الحل ايه بقى؟ المقترحات اللي احنا مقترحينها، لا في صورة فيها مرتكزات برضو، عايزين ندخل على التعديلات. في صورة قبل دي كده، ادي عندك 7 حاجات. اول حاجة ان لازم قانون الأسرة يستند الى المرجعية بتاعته، المادة 2 من الدستور اللي هي مبادئ الشريعة الإسلامية. ده يوسع لي مجال الرحمة في ان انا اخد من الأئمة الأربعة، مش ان انا ابقى مزنوقة في وجهة نظر واحدة وإمام واحد، واقدر كمان ابقى فاتحة باب الاجتهاد لان انا معتمدة على المبادئ. 2، لازم يبقى عندي الشخصية القانونية الكاملة للمرأة المصرية، وهنا هنبص على نصوص مواد تانية. 3، توثيق الطلاق أمام القاضي وحسم كل الحقوق المستحقة والمترتبة عليه خلال 60 يوم. حضرتك طلقت عند المأذون، المأذون يحل القاضي، حضرتك طلقت في خلاف، الخلاف ده يبقى قدام القاضي، الليلة دي تتعمل في قائمة حقوق مترتبة عليه الطلاق وتخلص خلال 60 يوم. التعدد لازم يبقى بقرار من القاضي بحضور الزوجة الأولى، مش عشان نقول للراجل والنبي خد الإذن، عشان انت عارف الاستظراف بقى اللي بيحصل، لا ولا تاخد الإذن ولا حاجة، اللي يشيل قربة مخرومة تخر في دماغه، عايز تتجوز 10 اتكل ربنا يقويك. إنما في حاجة اسمها إن حضرتك تتحمل مسؤولية قراراتك، فهات الست الأولانية، حط عينك في عينيها وقول لها يا ستي انا زهقت منك ومش عايز ما اعرف ايه، لكن انت موافقه تكملي مع زوجه تانية ولا لا؟ وافقت كان بيها، ما وافقتش كمل الحقوق. انما فكره الجواز في السر ايوه طب اذا ما رضتش تروح، يعني انا هقولها المحكمه يا بيه هي اللي تجيبها. هو هي مش عايز تروح، انا هنا بقول لك طب انا مش بحط المراه في موقف غير انساني لما اوديها محكمه واقول لها قبل جوزك يتجوز عليكي ولا لا؟ ممكن تقول مش قابله فتاخد كل حقوقها. في هذا الظرف وهذا الضغط النفسي مش برضو في قسوه شويه؟ انهي اكثر قسوه؟ انها تشعر بعد ما تكتشف، ما هو خد بالك انت الراجل نفسه اللي متخيل ان ده هو كده حنين لما بيتجوز من وراها، لا هو الراجل نفسه بيحط نفسه في ازمه، لان الزوجه الثانيه دي مش ماكنه على فكره، هي زي فانوس رمضان هيحط الزمبلك ترقص لي، دي بني ادم يعني كمان 9 اشهر يا حبيبي هتلاقي معاك عيل، حتى لو اتفقت انك مش تتجوز هتعمل ايه ساعتها؟ انك تخلف حتى لو اتفقت انك تخلف هتعمل ايه ساعتها؟ احساس الست الاولانيه عامل ازاي بالخيانه بالضربه اللي في الظهر؟ انا مش موافق عليه، ومش متخيل كمان ان انا اجيبها لحد المحكمه عشان تقول انا موافقه، فده شيء جارح جدا. او طيب تقول ممكن انا رفضت تكون موثقه طيب بحاجه مع اعلمها ازاي وتاكد من علمها وانها لو رفضت تاخد كل حقوقها؟ معرفش انت طيب. استاذة قانون هل يتم بخطاب توقع عليه يطلب توقيعها ومحضر يروح لها وبتاع ولا مش عارف؟ ما هو ما تجيش المحكمة تفاوض محامي بتوكيل يا جماعة. انما الفكرة الاساسية ايه؟ حط الناس قدام مسؤوليتها، عايز تتجوز 2 3 4 براحتك، انما خليك راجل بما يرضي الله وحط عينك في عينيها وقولها هتجوز. طيب وانت بتشرعي قانون بتعملي للتانية ولا للتالتة لازم ياخد موافقة للتانية؟ لا العقد شريعة المتعاقدين، تمام مش كده؟ وحتى في القرآن في سورة المائدة كلها اتكلمت على الالتزامات والحقوق من أول آية في سورة المائدة. هي الناس ما بتقراش دينها يا جماعة ولا قرآنها. فهنا العقد شريعة المتعاقدين، الأولى اتجوزت على إن هو رجل منفرد، الراجل ده هيروح يجيب واحدة تاني ويبقى من نصيبها نص راجل، تمام، هي زوجة نص ست وبارت تايم، تمام، تراضيته على ده أهلا وسهلا. طب التانية عايز يتجوز تالت ما يجراش حاجة، اتكل يا عم ربنا معاك. لا وتبقى عارفة انه كان متجوز المرة الأولانية، التانية دي أولا تبقى عارفة انه كان متجوز قبل كده، بس كده برضو شروط العقد معاها تغيرت، هي متجوزة على انها في 2 في واحدة تالتة داخلة، يا ستي هتكملي اهلا وسهلا. لازم ارجع للاولى الاول واسال انت موافقه ان تبقى في ثالثه، والثانيه اسال انت يعني موافقه انك في ثالثه؟ انت بتضحك صح؟ لا انا بتكلم على حاجات حالات موجوده. انا هقول لك هذا الاقتراح ينقذ الرجال اكتر او بنفس درجه ما بينقذ السيدات. انا في واقع عملي بيجي لي رجاله يا استاذنا، لما يجي لي واحد شخصيه مهمه جدا اتجوز واحده في ظرف ما ومراته حملت وولدت، فبقى عنده أزمة، مراته الهانم الأولانية بناته الهوانم ومراته التانية اللي متواضعة وبتاع وبنته الصغيرة،
ايوه الراجل اب فعايز عياله يعرفوا بعض طبعا كارثه كونيه طبعا. طيب الاولى اشترت انها مش ممكن تكمل ولازم يطلق فلما طلقها الثانيه قالت له بما انك مستعر مني انا بقى هربي بنتي في البيئه بتاعتي فيروح يجيب لها للبنت الصغيره ملابس ب 12000 يورو وانا اللي اخد الحاجه علشان اوصلها لها في البيئه المتواضعه من عندي فترد معاه الحاجه ب 12000 يورو وتبعت له فاتوره من محل في شارع السد في امبابه ب 300 جنيه السيده ب 300 جنيه وقالت له انا بنتي هتتربى زي انا ما اتربيت وهتلبس زي انا ما لبست ايه رايك والله ست جدع والله العظيم كان هيجي له سكته قلبيه آه. وجاي يقول لي انا انزع عنها الحضانه قلت له اشرب تنزع عنها الحضانه ليه ام غير صالحه لا هي قالت لك انت مستعر مني لو انا ربيت بنتي مع بناتك اول ما هتكبر هتستعر مني هي كمان انا بنتي هتتربى في البيئه اللي انا اتربيت فيها دي دماغ قصص واقعيه دماغ قصص آه. واقعيه من حقها طب قلت له ما فيش قانون تولي. يسقط حضانة أم علشان بتفكر وده مش معناه انها هتقل في اخر تربية البنت لا لا هتربيها أو... هتوديها مدرسة حكومة مش المدرسة الدولية هتوديها مش عارفة ايه مش الايه هيتنقط هيتنقط وانت فرحان لا خالص ده صديقي افرح ازاي هو صديقي انا من الحالات دي أنا اللي بقول ايه اللي عندك لا 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 انا محاميته ويقول لي اعملي لي اسقاط حضانة تقول اعمل لك اسقاط حضانة ازاي اعمل لك اسقاط حضانة تعالى معايا نقنع القاضي ان دي ست غير امينه على بنتها بهذا التفكير لا هي بتقول لك انت هتخلي بنتي تتبرى مني عايز تشوفها شوف اذا كنت انت اتبريت مني طب هي هتعمل ايه أه؟ طب هو ده ينفع لا ده معناه انها معتزه بنفسها بصراحه جدا. انا شخصيه مدعمه جدا ليها في قرارها انا مدعمه لصديقي يا ستي وانا مدعمه ليها هي بصراحه من هنا بقول انت بتبقى احيانا متخيل وتوقعاتك من الجوازه الثانيه انها هتبقى الجنه وهتطلعك من الأزمة بتحطك في مزيد من الأزمات حط المواضيع من أولها كده لأوله شرط آخره نور والعقد بشريعة المتعاقدين ده في موضوع إن التعدد يبقى قدام القاضي كمان إنك ما بقاش عندك تعدد فيه استغلال النساء زي العبيد يعني أنت في واحد أحيانا يتجوز واحدة واثنين وثلاثة ويشغله والحالات دي في الطبقات الدنيا بنشوفها كتير مش كده صحيح طب ليه تهتها يا ستي أنت موافقة ولا لا طيب كارثة الكوارث في الأحوال الشخصية ترتيب الحضانة وأنا عارفة أن الستات هتتخانق معايا دلوقتي ترتيب الحضانة لو أنا هتعامل مع الأسرة كوحدة على بعضها يبقى أنا ما اتكلمش على أن العيال تطلع بره لا الأم لا الأب يا الأم يا الأب إذا الأب لم يتزوج أيوة. ما هو ما تعاقب ليش الأم عشان اتجوزت فتروح تاخد العيل ترميه عند مرات أب أيوة. يا احنا هنثق في اختيارات بعض فالام يفضل الولاد معاها حتى لو تزوجت ونعمل علاقة محترمة كده ما بين الاسر يا اما مش عايز ولادك يبقوا معاها اذا تزوجت يبقوا معاك لو حضرتك مش متجوز رؤية القانون دلوقتي بتتعامل مع الستات على انهم خدم شغلانتهم يغيروا حفاضات وبالتالي يقولك اصل الطفل عايز رعاية النساء لا حبيبي هات واحدة تانية تعمل له الحفاض ماشي خلوا الحضانة لحد 15 سنة علشان الطفل عايز رعاية الأم لا انت عايز خدمة الأم ممالاش ماشي وبالتالي أول الأم لا وعايز حنان الأم كمان يعني لا أنا بتكلم على الرؤية اللي هي بتاعت خلي العيال مع الأم لحد ما يبطلوا يعتمدوا عليه القاسية دي والجافية دي لا ما مش معقول احنا الاسره يعني عشان الحب بس ما هي من ضمنها من ضمن الحاجات الحقوق العاديه انها تتعامل بصفه قانونيه على الولاد طول الوقت اذا كانت اولى يعني ما هو ده اللي انا بقوله احنا هننطلق من فلسفه ان الاسره وحده مكتمله يهمها مصلحه بعض مش كده وبالتالي الاثنين عندهم الشخصيه القانونيه في علاقتهم بالاولاد الاثنين عندهم الصلاحيه والحضانه ما تخرجش بره الام ثم الاب اذا لم يتزوج بعد كده لو راحت بقى الام وبعدها ام الاب وبتاع انما حاله التعامل مع العيال على انه كل واحد يملكهم لا مش دول ابناء الدوله المصريه مفيش حاجه اسمها كده وبالتالي لو انا بتكلم على ترتيب الحضانه للام ثم الاب اذا لم يتزوج يبقى لازم الولايه على الاطفال تبقى للام والاب مع بعض مفيش حاجه بقى اسمها ايه الاب ثم الجد ثم العم ده كده ايه الباكج اللي على بعضه
انا اما هتعامل مع الاسره كوحده واحده او ان انا هتعامل مع الاسره ادخل فيها بقى من بره، فدخل فيها من بعد الحضانه ام الام ومن على، ودخل فيها من بعد الولايه ابو الاب ومن على. تمام، عملنا اسره كده، يبقى ده ادي سكه ودي سكه. اخر حاجه مهمه ان في هذا القصه لازم عندي نظام حمايه للاطفال في الاسر المتنازعه، تقرر وتدرس بشكل في منتهى الموضوعيه الحضانه والرؤيه ودراسه الاستضافه. عظيم، ماشي. دي خناقة الخناقات. لما يجي بقى على مواد، خلينا نشوف الجدول بتاعنا اللي هو حطينا فيه بعض المواد، ومنها مواد استرشادية، اللي هو لما بنقول ايه الشخصية. قبل الكلام ده انا كنت قايلة انه في غياب الربط ما بين توثيق الطلاق، دي اشكالية، وضمان حقوق النساء والاطفال في الطلاق المنفرد. يبقى انا عندي يعني ايه الطلاق المنفرد؟ اللي بيروح لحد المأذون يطلق. المأذون يحيل على دايرة بجلسة زي بالظبط اللي بيروحوا المحكمة، وكل حاجة تخلص خلال 60 يوم. منع المرأة من السفر ده له علاقة بالظبط بالمرجعية القانونية. لما منع المرأة من السفر وهي عاقل بالغ رشيد، ولو وزيرة حتى أقدر أمنعها من السفر. ليه؟ علشان أنا عامل المرجعية لأبو حنيفة بس. والكلام ده مش في الإسلام. أم كلثوم بنت عتبة سافرت وراء الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة 480 كيلو على رجليها في الصحراء لوحدها، ومحدش منعها. ولما جه اخواتها اللي كان منهم عثمان بن عفان قبل صلح الحديبية، الرسول ما رضاش يرجعها. مش عشان يا حرام اسلمت، لا، عشان امرأة خدت قرار احترم ارادتها. ونزل لها آية من 7 سماوات ولذا جاءت ايه اللي هي سورة الممتحنة. كده انتوا بتقروش تاريخ وبتقروش شريعة. وبالتالي هنا بنتكلم على موضوع ان انا لما اقول المرجعية لابو حنيفة، وابو حنيفة مع كل التقدير يقول لا الستات ما تسافرش، ايامي كانوا بيسافروا في الصحراء، رغم ان قبل منه ام كلثوم بنت عتبة كانت بتسافر. دلوقتي بنسافر بالطيارات والله. يعني ما عندناش اي مشاكل. طيب نشوف اللي بعدها في المواد. عدم التأكد من علم الزوجات للتعدد، قلنا في حالة الرغبة في التعدد يبقى بجلسة قدام القاضي، يجيب الزوجة أو الزوجات اللي على ذمته، يناقش القدرات المالية والصحية لطالب التعدد، وفي حال رفض الزوجة أو الزوجات دول يتم التطليق برضو بكافة الحقوق. أنا عايز أقولك من واقع تجارب عملية في مكاتبنا، كتير من الناس بتبقى شايفة الميزة ومش شايفة المسؤولية. فلما يجي يسألونا ونقول لهم ما سوف يترتب، بيفكروا مرتين، وكتير من الحالات بيتراجعوا سواء عن التعدد او عن الطلاق، لانه الشخص بيبقى شايف من زاويته انه هو قرفان من مراته، فلو اتطلق هيخلص منها، او الست كمان قرفانه من جوزها فهتخلص منه. فدايما نقول لهم الطلاق بيحل نوع من المشاكل، لكن بيدخلنا في نوع تاني من المشاكل. تيجوا نوزن انت تقدر تتعامل مع ايه وما تتعاملش مع ايه. كتير جدا من الناس لما بتناقشهم بجد وتديهم افق بيتراجعوا عن القرارات المتسرعه دي. ففي موضوع التعدد هو الراجل بيبقى شايف ايه، زي فيلم محمود عبد العزيز كده، مش عارفه السيدات والساده حاجه كده، لما اتجوز 4 وعملوه شهريار، عارف انت الجو ده، سيداتي سادتي حاجه كده. لما بيجي ونقول له طيب ماذا لو الست دي حملت، ماذا لو عملت مشكله، هقولك مشكلة تانية. أصل في الشغل المحاماة الستات يعني غالبا بيدفعوش قوي، الرجالة بيدفعوا أكتر، فعشان كده عندي موكلين كويسين. يعني في حالة من الحالات الراجل كتب جاب لبنته فيلا، فمراته التانية اللي متجوزها من غير ما يقول لمراته الأولانية طلبت يجيب لها فيلا، فقال لها لا هجيب لك شقة، الفيلا دي هدية جواز بنتي، انت هجيب لك شقه. فمش راضيه، اتضايقت وقالت له لا زي ما جبت، واكيد متجوزه صغيره ماشي، زي ما جبت لبنتك تجيب لي. ايوه، فحصلت خناقه، فجولي الاثنين، فجايه تقول لي يا استاذه نهاديه انت بتدافعي عن حقوق الستات، يا اختي يا كسر حقك، انت عايزه تقارني نفسك يا جحده ببنته. طيب الابتزاز بقى، هحط عقد الجواز على الانترنت وخلي مراتك طبعاً وبنتك وخطيب بنتك وخطيب بنتك اللي هتتجوز وجايب لها الفيلا دي هديه جوازها بعد شهر يعرف
حط نفسك مكان الراجل. هنا بقى تلاقي دراع هقتلها ان شاء الله. مش كده طبعا انا مش هقتل لا يعني لا بس يعني انا بقول لك ده ممكن يؤدي الى جريمه، بيؤدي الى ازمات فظيعه لانه او هدم بيته بالكامل قبل جوازه. كل جريمه كمان بتتبني في الضلمه خطر على كل الاطراف طبعا، ويتعرض الرجال في بعض الاحيان الى الابتزاز، وتتعرض النساء الى مخاطر فظيعه. وعاده الجوازه الثانيه اللي على كبر دي ما بتبقاش جوازه اتنين حبيبه في اعدادي ماشي، فبس الناس بس ايه لا بيبقى فيها خلل ماشي. جوازه اتنين حبيبه في اعدادي فلا يعني نقعد كده على الترابيزه، فبجيب الناس طيب يا بنت الناس هتعملي كذا، هتعلني كذا، هتحطي الراجل ده في ازمه، هيحطك في ازمه، فمش هتطولي الشقه ومش هتطولي حاجه.